وحو نقضي سادحدي سنة يوغودن بيي أول تياسي أهو كاليغيت كاردسان أقل كووكيلة وحونا سامين وينكو ياشي فردي كاستاية فروال بوو أي قادان قولها أفراد أي وكيلة سوماني لان وحوها رقي ديساي ينينكا لوغو تيرينتا بدن يهي قوشي لباكون تطبيو طبان وقاميها وهادا كو يهي معاردكا وغو عادك ونفريستا وكيلة يسرين كاستاو سياساتو أي سيغاتيماتو لكن تطبسانا كدب وحاو تفاحيدان يهي ينو دافيه كورسيكي ولدوني سلانكا سياساتنا اوي داريو وحاو سيدو كلافايشا يا بايدا ترايا حزبيقو أساسياشي ساكميتكا أحا اي كلمية كدي ماركي بنانكا لغادقاي دور سانا كهر وحونا قرشينا يا انو بدلو كان او قدوميها كي يهي لنكا اينو كوار رمينو مبدأ هان ووذات سنية ونعبشي عادا يميدكا مده سياسيين تا اقودو اي لغود تريو إنا غلانغا لليهين علمضا يا أورودا آن حكتيركا أهين يا دينيغا أه سياسة دهان وانين آنو دولكا وغاد عين عادكيسا سياسيكا أه دانا آنو كاقوبان حرفادي ساسارا اي أولا يهي قالابا قدينتا سياسة ده يا رغرو قيادة درتيد أيي بلشد اوغو بحيان مغعيا دورا وكاتر سوما يا فرشاحان نميدي ساقاركا أه وحين وار بحين تان كويغينا ما يركي هورا إبروعو حلبانكي اوغو شرارات دا كولولا قوليه اللباد يكيسا دحاد اي وكيلة دا سوماليلان ميد كامي ده وسيردي اوغو أود بدنا يكي اوغو مدودة دارا حكومة دي مدحوين السينايو ينين سامين تيسا سياسيقا عايسي اسكو ميدا اسكو رعصيه ان لبدا قراب اي سياسات دا سومالي لان كلو لما ومحمود حاش عبدي يا مركان يا برنامج كيني ممودنيه محمود حاش عبدي وويل كودا شي بادي يا سنة كون سغال بقول لحيني افرتي حيلي غاسي او دقال كي قرارا اي حبرشيدا يا سومالي دو سعودي وحو كو صبر باري وحنا كو صبر تي مغالا دا برعو هل كاسي او كاكا صبر حي دكسيقا سري اي شيخ بشير ابي حاش عبدي وهو ها سراكيشي او شقين جتي عيدان كيسان عدها اي انجريسكا وحاو كعامي حل اي عول حيرا حيرا عن نقضين عيدان كير الغاغا ودنيقا سوماليات اي اسنم يدولد دي دحي اي ملتريقا هايد اي سوماليا سومالي لان اي نقطي حدون تحربيقا وحنا او مركاسي كم من نقضي بار بارتي كاقب قشي هلقن كيد ديب عراشادا سومالي لان سانا تيكون يساقال بقول كوب يساقاشن كي وحاو نقضي ماير كي وغوه الرئي اي برعا اي لطو يساقو او وليكو تشرا داد اللاباتين يدا وحنا او سورتك قليي ان مقالدو اح حاسشو بوليسنا اي يلطو تاس او سببتاي ان اي نقطو بندركا كلية اي مرتق رين كري يشروينيه لغو آساسي سومالي لان اسلاتان نتكاسي يشاركي داقن اي كوهو ريي ايو دامان دروينا هايديو بلشاد اخير فروحو اي ماان دمسيق قوي يشاي جبير اي تسوى قير جلان حفلت ام بلاغان بي تاريخيا او سيجارا مناسبت ايو فرحات تهولي مجالة فروحو وحي هدو ديقادي كوباد اي وكسو فنتي شرطرادة سياسة دا وهدنا او قرشينيه انو كغاانو هلكا اوغو سارايسا سنادكي 1993 waxaa ka mid noqday golaha wakiilada Soomaaliland ee markaas la soo dhisay ee kasoo barbar shaqeeyay xukuumadii kala dambeeyay ee madaxweyne Ciigaal iyo Riyale waxana uu isagu fadhiyay golaha wakiilada muddo 12 sano ah oo ku ekeeyay sanadkii 2005 wuxuu la soo shaqeeyay oo wax kasoo dhisay madaxweyne Ciigaal iyo xukuumadiisi markii ay hirgaleen nidaamka xisaabta badan ee Soomaaliland wuxuu sheegay inuu ahaa qofkii labaad ee ahaa saxiixa aasaaska xisbiga kulmiye waxana ka horreeyay oo kaliya madaxweyne Siraanyo aasaasihii iyo gudoomiyihii koobaad ee xisbiga kulmiye wuxuu soo noqday wasiirkii dowladda iyo hawada sare ee Soomaaliland muddadaasina waxa uu dib u casriyeyn ku sameeyay garoonka diyaaradaha ee Hargeysa waxana la soo xiray markii ugu horeysay dhul 13 km ah oo garoonku u leeyahay runway casri ah terminal cusub iyo diyaarada casri ah oo muddadii uu joogay cagta soo dhigay garoonka Ciigaal sidoo kale waxa uu iyagana shaqo la xaalad ka qabtay madarada magaalooyinka Barbare iyo Burco oo wadar ahaan loo xiray dhul gaaraya ku dhawaad 20 km mar dambana waxa uu noqday wasiirkii madaxtooyada muddadaasina waxa uu madaxweynaha Siraanyo kala shaqeeyay hirgelinta heshiiskii maalgelinta iyo casriyeynta dekedda Barbare oo ahaa ballaysin adag nabadeyntii iyo heshiiskii khaatumo iyo fidintii maamulka gobolka Sool qabsoomidda doorashooyinka madaxtooyada ee 2017 ayaa ka mid ahaa arrimihii uu ka ciidamiyay intii uu joogay madaxtooyada xilligaasi oo xisbiga kulmiye laba garab u kala jabay kadibna lagu kala qaybsamay murashaxnimadii koobaad ee madaxweyne Biixi waxana uu isagu ahaa mas'uuliyiintii taageerada iyo baritaanka uu ka helay wuxuu fadhiyay booska uu hadii jeer magac dhabe ee Biix culusta waxana uu ka mid ahaa ragii sababay libintii labaad ee xisbiga kulmiye uu ka gaaray doorashadii madaxtooyada ee 2017 iyo ninka koobaad ee loo tiriyay inuu qayb libax lahaa guushii Biixi uu ku noqday madaxweynaha shanaad ee Soomaaliland doorashadii kadib waxaa xisbiga kulmiye laga saaray isaga iyo siyaasiyiin kale oo miisaan ku lahaa gudaha xisbiga ka saaristiisi waxay xisbiga ku noqotay uutun siyaasadeed marka laga waramayo waxa uu ninkani ka yeelay xisbigiisiina waxa tusaale loo soo qaataa mahmaadii Soomaaliyeed ee ahayd midigaad hal naas u diida waxa uu ku diidaa afarta naas ee kale taasi oo ka dhigan inuu gaarsiiyo waxyeelo weyn oo siyaasadeed saaxiibkay madaxweyne Muuse waxaan leeyahay
وأنا أركا إنا تشطي وأنا أركا إنا توك تاجيسو وحات ستة شطي تلحن وحات شطي إنا عدنا أطولين وحنا كتجين وحات شطي إنا عدنا تلوي دين عدنا وتناسلين وحات شطي إنا هري كلجي تليان نقطه من شوغانا أنتيرين متكتجينا أنتبين ترى هذا حبي مركي كورتو عدنا هيرسن إعط كيسو بانله أرجع سوى حوضع عصوب جحي هيان كيسا وحين حزب كل مية مدحوين بيحي كل نقطي ماد إيا ماكس ياسريد يدعو الله سوى قاتي دليل كستو أو لغو صحيو عرمها كمرغة حكومة دا مدحوين بيحي سند كي لباكون يا لبيا لباطن وحاو كل واقعي أرر كاكا وهذا كمي ده أرر دا سياسة دا أو قوسا ماين تبادن ونا أرد دي إنا حزب نما أو قدبان وحو نقضي مد كمي ده معارض كا أقوى أدك أي كان نسوي دي حكومة دا هادا ترتا وحونا سامين وين أو سياسة دا كويا شايقولها وكيلة دا سومالي لان إيلا صور دي سيساند كي لباكون يكوبي لباطن إلا أو نقضي قرب سياسي أه أو آن لغا مار مكرين أجند كستو أو محافظ كا يمعارض كو أي دوني يان إن وكيلة دو أي ميل ماريان قوشي معارض كو أي كي غارين هوغان كي وكيلة دا إسبدال كي لباد أي كود عاي هوغان كي غلاها وكيلة دا ميل مارين تي فريستا أورو ردا حير كي دارو شوين كا إيا دغنقل جيسي دمان أرما هاسي وكوة لو تريا اللي بنتي دا غرب كي وكيلة دا إيو هوغامين يا محمود حاش عبدي كواس أو حد دا كمي دا هوغان كا يمسولين تا أورو ركا إسبهاي سيجي أورو كيسو أولا سمايسا حسبيغا وداني برتميهي بيشان أيا كفدد سياسة دا دان أورو راي رجب دان نقريا معارضكا غالا هانا مرشح مدحويني عبد الرحمن عرو ما دام أو سيبوح دا أورو كيسو أوتا غيري عود بحياش أورو كيسو نو أي عود كالاباد كل سيان إساقا شركي كدن بيه كدعي عي ألفوين أولا شاقي إنو قعنوين كلها أيا إساقونا كمي دا أرماها واح لباح كتري معارضة دا أدك إيو دوني إنو كو بدلو حسبيغا كلمي حكومة ديسا يقولها أو كل سيو مرشح إسبهايسيغا سويالهان waxa uu ninkani wax ka soo dhisay saddex madaxweyne iyo hal murashax oo aan guuleysan madaxweyne ciigaal iyo musabbixi madaxweyne silaayo iyo murashax madaxweyne salaaban maxamuud aadan oo gudoomiye olole uu ahaa sanadkii 1993 haddana waxa uu qorsheynayaa inuu isagu gaaro jagadaasi laakiin waxa ay ku xiran tahay natiijada uu doorashada ka keenay ururkiisu